بيكم طلبة وطلبات المرحلة الثانوية. ده أول فيديو عملته من سلسلة فيديوهات هنسميها Common Mistakes in Grammar. يعني إيه Common Mistakes in Grammar؟ يعني الأخطاء الشائعة في قواعد اللغة الإنجليزية. الفيديو الأول أنا اخترت Must. Must قاعدة كبيرة وليها استخدامات مختلفة، وهنشوف علاقتها بشود. Must versus should. الفيديو ده هيقسم إلى 4 parts. Number 1 must versus should. إيه علاقة must بshould to express advice، للتعبير عن النصيحة. Part 2 must versus have to express obligation and necessity. طبعا must و have to تستخدم للتعبير عن الإلزام، obligation يعني إلزام، and necessity الضرورة. Part 3 قسم مهم جدا للتعبير عن law and rules، في القوانين والقواعد. must و have to تستخدم للتعبير عن rules، القوانين والقواعد، لكن كل واحدة لها استخدام مختلف. Part 4 الأخير how to express necessity in the past, present and future. ده مخصص إن احنا عندنا ثلاث أزمنة مختلفة، الماضي the past، the present المضارع، the future. ازاي نعبر عن الضرورة في الثلاث أزمنة دول. Let's move to part 1. Must versus should to express advice. في الأمثلة اللي جاية في الأفيرماتيف في الإثبات، you should do your homework، you must do your homework. الاثنين تقريبا نفس الجملة، واحدة بشوت واحدة بمست، لكن هو إيه الفرق بين الاثنين؟ you should do your homework أنا بنصحك، ماليش سلطة عليك، I have no authority over you، بنصحك، I advise you to do your homework، بنصحك أنت عملت ده ما عملتش أنت حر. You must do your homework ده شخص لي سلطة عليك، لي تأثير عليك، بينصحك نصيحة قوية وغالبا انت بتنفذ. You must do your homework. في النفي في النيجاتيف الأمر مختلف كتير. You mustn't smoke in this place. أنا ما بديلكش حرية الاختيار. Mustn't هنا prohibition، هنا في حظر في منع. You are not allowed to smoke in this place. ما مش مسموح لك تدخن في المكان ده، انت ما عندكش حرية. You shouldn't smoke in this place. بشودنت انا بديك نصيحة وانت you are free to do this or not as you like. انت حر تعمل ما تعملش، لكن انا بنصحك بلاش تدخين في المكان ده. لكن mustn't دي حظر تام، ممنوع. It's banned. It's prohibited. It's not allowed. كل ده معناه مش مسموح، في حظر هنا، ففي اختلاف بين mustn't وبين shouldn't. لو عندي invitation دعوة، you come to my birthday party، انت عندك حفلة عيد ميلاد، الأفضل تستخدم must ولا should للتعبير عن ال invitation عن الدعوة. لو أنا قلتها ب you should come to my birthday party، كأني بنصحك إنك تيجي حفلة عيد ميلادي. It doesn't make sense، يعني مش مدية معنى، كأني أنا بنصحك تيجي عيد ميلادي مش لايق. لكن you must come to my birthday party معناها لازم تيجي حفلة عيد ميلادي، دي بنسميها strong invitation. strong invitation دعوة قوية، فهنا استخدام must هو it's correct to use must instead of should. Let's move to part 2. Must versus have to express obligation and necessity. دلوقتي احنا عندنا obligation الزام والضرورة. في الaffirmative احنا بنستخدم must او have to او has to. طبعا انتوا عارفين have to مع الجمع او has to مع المفعول. الteacher بيكلم الstudent، teacher you must do your homework. Who made the decision؟ مين اللي عمل القرار ده؟ The teacher. ده قراره هو، محدش ألزمه، هو شايف كده، شايف ان الطلبة لازم تعمل الواجب. بنستخدم هنا must لما ما يكونش فيه إلزام خارجي. لكن شوف students بيقول ايه، we have to do our homework. we have to do our homework. هنا في
لازم نعمل واجب، في الزام خارجي. مين اللي عمل الالزام ده؟ ذا تيتشر. فهنا لما يكون في obligation from someone else، من شخص اخر، تستخدم have to او has to. I must help that poor man. انت عندك دلوقتي inner feeling، inner feeling يعني شعور داخلي انك تساعد الراجل ده، مفيش الزام خارجي، فانت حاسس شعور داخلي انك انت لازم تساعد الراجل ده، تستخدم must. علي has to wear the school uniform. هل علي ده بمزاجه انه يلبس السكول يونيفورم؟ No. There is obligation from someone else. في دلوقتي obligation، الزام من المدرسة، من تبع المدرسة، من قوانينها، انك انت لازم تلبس السكول يونيفورم. ده الزام خارجي فبنستخدم has to. بالنسبة للنيجاتيف، النفي، نفي must mustn't، نفي have to don't have to، don't have to، نفي has to doesn't have to. طبعا don't و doesn't تتوقف على إذا كان مفرد أو جمع، وهما الاتنين بياخدوا الفعل infinitive. هنا المصدر هنا من الاتنين دول هي have to، مفيش has to مع don't أو doesn't، بيبقى have to. لكن don't مع الجمع و doesn't مع المفرد. هل في اختلاف بين النفي هنا والنفي هنا؟ Sure. You mustn't smoke in a petrol station. هنا أنا بدي حظر تام إنك ممنوع إنك تدخن في البترول ستيشن. It's prohibited، ممنوع منعًا تامًا. You aren't allowed to smoke in a petrol station. هنا مفيش حرية. أحمد mustn't play in the street. أحمد لا يجب أن يلعب في الشارع، في خطر. There is danger in the street. فمش مسموح له، ما عندوش الحرية ان هو يختار. mustn't يعني لا، يعني لا فيش اختيار. You don't have to get up early tomorrow. It's a holiday. بكرة اجازة، مش لازم تصحى بدري. You don't have to، مش لازم. هنا مفيش necessity، مفيش الزام، مفيش ضرورة. انت مش لازم تصحى بدري ليه؟ لان it's a holiday، دي اجازة، فانت مش لازم. طب لو انت صحيت بدري، okay, you are free to do this. If you like, do it. But it's not necessary. مش ضروري. نفس الكلام في مع أحمد. Doesn't have to pay for the meal. It's free. طيب الوجبة دي free، مجانية. أحمد مش لازم يدفع ثمن الوجبة. أحمد doesn't have to، مش لازم يدفع، pay for the meal. It's free. طب لو دفع ثمن الوجبة، okay, as he likes. نيجي بقى للملحوظة دي. هتلاقوا ان التعبير you have to و he has to، have to has to، ليه تعبير مشابه ليه، نادرا ما بيستخدم. بيستخدم في British English اكتر، اللي هو you have got to او he has got to. في التعبير got ده في British English، واختصار you have got to اختصاره you've got to، واختصار he has got to he's got to. في حالة النيجاتيف هتلاقوا ان you have to نفيها ايه؟ don't have to. طيب نفي has to doesn't have to. طب لما نيجي ننفي التعبير اللي في got، لا هتلاقوا have نفيها haven't، you haven't got to، و he has got to نفيها he hasn't got to. بننفي have و has عادي جدا، لكن في التعبير الأولاني لا، بنستخدم يا don't يا doesn't مع have to. التعبير اللي في got لو في جملة فيها adverb، ظرف من ظروف التكرار، زي كلمة normally، أنهي الأصح إنك تستخدم؟ has to في الجملة دي ولا has got to؟ احنا اتفقنا الاثنين زي بعض، لكن في الجملة اللي فيها adverb لا، الأفضل تستخدم has to. يبقى الجملة صح، he normally has to get up at 7 a.m. has to، don't use has got to. التعبيرات اللي فيها got لا تستخدم مع الadverbs of frequency. Let's move to part 3.
Part 3 عن اللو اند رولز، القوانين والقواعد. هل في فرق بين ماست وهاز تو وهاف تو بالنسبه للتعبير عن القوانين؟ طبعا. Drivers must fasten their seat belts. السواقين، انا بتكلم على السواقين عموما، لازم يربطوا حزام الامان. طيب انا بتكلم عن سواق واحد؟ لا، انا بتكلم عن drivers in general. يبقى القوانين اللي هي general rules general law بستخدم فيه must، لكن انا بتكلم عن علي هنا حاله فرديه. علي has to fasten his seat belt، ما بتكلمش عن drivers كلهم، انا بتكلم عن حاله فرديه. يبقى في الحاله دي بنستخدم has to او have to. People must follow traffic rules. People must follow traffic rules. انا بتكلم عن الناس كلها لازم تتبع اشارات المرور. انا بتكلم عن الناس in general عموما، مش حالة فردية. أجي أتكلم عن نفسي أنا، I have to follow traffic rules. لا، بتكلم عن حالة فردية، في الحالة دي أستخدم have to. Workers must start work at 8. العمال لازم يبدأوا الشغل الساعة 8. أتكلم عن عمال عموم، قانون عام. لكن لما أجي أتكلم عن حالة فردية، علي has to start work at 8. أنا بتكلم عن حالة فردية، في الحالة دي هستخدم has to. Remember، تذكر الأربع جمل دول يكاد يكون لهم نفس المعنى، لكن must هنا مختلف. We must study hard this year. لازم نذاكر بجد السنة دي. Must هنا modal verb. Modal verb يعني فعل ناقص and followed by an infinitive، متبوع بفعل في المصدر. مش بنستخدم الـ preposition to، حرف جر to لا يستخدم مع المودل verb. شوف الجملة اللي بعدها، It's a must to study hard this year. نفس المعنى لكن must هنا مختلف. Must in this sentence is a noun. Noun يعني اسم. هتلاقوا هنا مسبوكة بـ A، الـ A دي بتثبت إن اللي بعدها noun. And it can be followed by the preposition to. وممكن تتبع بحرف الجر تو، بس برضو الفعل بعدهم بيبقى infinitive مصدر. لكن وانت بتختار لازم تفرق بين must كمودل فيرب and must كنون. في حالة must كنون ممكن تساهم التعبير ده، It's a necessity to study hard this year. Necessity not necessary. طب هو ايه الفرق؟ Necessity necessary. Necessity بتساوي must كنون، يعني ضرورة. لكن necessary دي ده adjective، صفة، ضروري وليس ضرورة. ففي اختلافات. هنا مفيش حرف A، هنا مفيش حرف الـ A، هنا في A لما تكون noun بيبقى في A. necessary كصفة مفيش حرف جر A، مفيش أداة النكرة A. في for بعد necessary and followed by the person who is necessary to do this. في شخص هنا بعد فور، بعد الشخص في تو، وبعد تو بيجي الفعل في المصدر. ده بالنسبة للتعبير عن law and rules والفرق بين must و has to have to في التعبير عن القوانين والقواعد. Let's move to part 4. Part 4 how to express necessity in the past, present and future. التعبير عن الضرورة في ثلاث أزمنة. In the past في تعبيرات، في الaffirmative negative and question، في الإثبات والنفي والسؤال. ثلاث أزمنة: the past the present the future. طبعا في تعبيرات انتوا شايفينها غير must و has to. هنشوف زمن زمن ونقعد ونقول ايه التعبيرات اللي بتستخدم في هنبدأ بأول زمن necessity in the past. زي ما انتم شايفين في الجدول عندي تعبير في الaffirmative، في النيجاتيف، في الquestion، إثبات، نفي، في السؤال. في الإثبات أنا عندي تعبيرين: had to، needed to. had to، needed to. had to الماضي من have to، الماضي من has to، الماضي من must. must ملهاش ماضي فبنلجأ إلى had to. في تعبير زي had to needed to.
He had to go shopping yesterday. He needed to go shopping yesterday. إيه اللي بيخلينا نلجأ ل had to أو needed to؟ تعبير زي yesterday, last week, أي تعبير دل على ال past الماضي, فبنلجأ إلى had to و needed to. يا ترى إيه نفي had to؟ نفي had to didn't have to. طب نفي needed to didn't need to. في الحالتين بنستخدم didn't, وفي الحالتين بعد didn't بيبقى الفعل في الانفينيتيف في المصدر, وبعد كده برضه الفعل go بيبقى انفينيتيف. He didn't have to go shopping yesterday. He didn't need to go shopping yesterday. في حالة السؤال أنا بستخدم did. Did في الباست في الماضي. لكن خلي بالك, did you have to go shopping yesterday? Did you need to go shopping yesterday? Yes, I did. No, I didn't. الفرق اللي جاي ده, التعبيرين دول بيعمل لخبطة لتانية ثانوي. يعني هو ده على تانية ثانوي وتالتة ثانوي. التعبير الأول didn't have to أو didn't need to. التعبيرين دول معناهم ما كانش لازم, وانت ما عملتش الفعل ده. He didn't have to clean his room as his mother had just cleaned it. It wasn't necessary, ما كانش ضروري ان هو ينظف اوضته لان مامته نظفت الاوضة. طب مامته نظفت الاوضة فهو ما كانش لازم ينظفها, ما هي نظيفة. ف didn't have to, didn't need to تستخدم بمعنى ما كانش لازم, فالشخص لم يفعل, he didn't do the action, ما عملش الفعل ده. على عكس الجزء الثاني, needn't have for past participle, needn't have for past participle. You needn't have put so much salt in the food as our guests didn't eat it. ما كانش لازم تحط salt كتير, ملح كتير في الأكل. As in as a because, they since, معناها لأن, our guests didn't eat it. من الجملة دي بنفهم إن الضيوف ما أكلوش الأكل. ليه؟ لأن كان فيه ملح كتير. يبقى ده معناه إن الشخص وضع ملح كتير. هو ما كانش لازم يضع ملح كتير بس عمل ده. فأنت بتستخدم التعبير على الشمال بمعنى مش ضروري وأنت ما عملتش الحدث. لكن على اليمين نيد انتهاك والتصريف التالي, ما كانش لازم بس انت عملت الحدث ده. فوانت بتقرا الجمله لازم تقرا الجمله لاخرها, عشان انت لما بتقرا الجمله لاخرها بتفهم اذا كان الحدث ما تمش فنستخدم didn't have to او didn't need to, وتفهم ان الحدث ما كانش لازم لكن حصل. ففي الحالة دي هو تعبير اللي هو needn't have والpast participle. Let's move to the present. Present فيه تعبيرات كتيرة شوية. في الaffirmative أنا عندي must. Must بتنفع لكل الضمائر مفرد وجمع. عندي has to مع المفرد. عندي have to مع الجمع. عندي need to بتساوي have to مع الجمع. وعندي needs to بالاس مع المفرد. زي ما انتم شايفين نفس الجملة, go shopping today. today معناها مضارع present. فممكن استخدم اي تعبير من دول, لكن خلي بالك الضمير بيفرق. I must, he has to, I have to, I need to, he needs to. نيجي للنفي. احنا عندنا doesn't و don't. doesn't و don't. doesn't مع he و she و it طبعا مع المفرد. he doesn't have to أو he doesn't need to go shopping today. مع الجمع I don't have to أو I don't need to go shopping today. يعني أنا مش لازم أروح أعمل shopping النهاردة. في تعبير مهم جدا اللي هو needn't. needn't هنا بدون حرف جر to. I needn't go. يبقى لما تستخدم needn't لا يتبع بحرف جر to. needn't غير need to. دي حاجة ودي حاجة, ده مصطلح وده مصطلح.
I needn't to go shopping. في ان هنا I needn't to go shopping today. طب في حالة ال question، في حالة السؤال، ممكن أسأل ب do، ممكن أسأل ب does، ممكن أسأل ب must، بس هو مش مستحب نسأل ب must، هما بيستخدموا أكتر do و does. Do you have to go shopping today? Do you need to go shopping today? Yes, I do. No, I don't. Does he have to go shopping today? Does he need to go shopping today? Yes, he does. No, he doesn't. Must you go shopping today? Yes, I must. No, I mustn't. لاحظ السؤال بدو بجاوب بدو، لاحظ السؤال بداز بجاوب بداز، لاحظ السؤال بمست بجاوب بمست. آخر جزء بقى اللي هو التعبير عن الفيوتشر، necessity in the future، تعبير عن ضرورة في المستقبل. المستقبل طبعا عندي تعبيرين will have to، will need to، سوف يضطر إلى في المستقبل. بالرغم إن must في present ممكن تعبر عن الفيوتشر، يعني احنا ممكن نستخدم must بدل will have to. He must go shopping tomorrow. ممكن تنفع must. لكن انت عشان تبقى ضمن يبقى will have to، دي اكيد future باينة جدا. في النيجاتيف احنا بنستخدم النفي من will won't. He won't have to go shopping tomorrow. He won't need to go shopping tomorrow. طبعا كلمة tomorrow دل على future. الكلمة الدالة على الزمن هي اللي بتخليك تتجه هتستخدم past, present ولا future. في حالة السؤال هتستخدم ايه؟ will. هنبدأ ب will. Will you have to go shopping tomorrow? Will you need to go shopping tomorrow? Yes, I will. No, I won't. This is the end of my video for today. Thanks for watching. الفيديو الجاي إن شاء الله هيبقى عن الماضي التام، the past perfect. لو أنت عايز تعرف المزيد عن الماضي التام بكل تفاصيله والروابط، انتظرني في الفيديو الجاي. باي.